شاركت دول مجلس التعاون الخليجي مملكة البحرين احتفائها بالأعياد الوطنية، وتعددت مظاهر هذا الاحتفال تؤكد المحبة المترسخة التي تتمتع بها مملكة البحرين في قلوب أبناء الخليج العربي، والتي تزينت بعلم المملكة احتفاء بالبحرين وتقديرا لشعبها. وقد انعكست مظاهر السعادة والفرحة على وسائل الإعلام، حيث خصصت شاشات القنوات الخليجية فقرات تلفزيونية عرضت من خلالها احتفالات مملكة البحرين ومنجزاتها الوطنية والأغاني الوطنية البهيجة. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، ونشرة أخبار الثالثة عصرا يرافقني في تقديمها الزميل جمال الخلاقي من مملكة البحرين الشقيقة. وأهلا ومرحبا بك جمال. مرحبا بك زميلتي سهى، ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة. مملكة البحرين مو بس بقلوبنا ولكن هي بعيوننا، لما نقول البحرين احنا نتذكر جمال المنامة، لما نقول البحرين احنا نقول تاريخ دلمون، لما نقول البحرين احنا نقول روعة هالمملكة بشعبها الطيب الوفي. منا لكم كل الاحترام والحب والتقدير. الله لا يخلينا من بعض يا ورود، واحنا دائما ما نشوف الكويت الا هي البيت وهم الرفقة والأخوة، هم أهلنا، عسى الله إن شاء الله يحفظهم كبيرهم وصغيرهم. دائما الكويت كبيرة في عطائها وتألقها في قلوبها، البحرين أكيد ما له حدود يا ورود. الكويت كلها باللون الأحمر، وأنا أمس يعني قاعدة أطالع الشاشة، شاشتكم كانت كلها احتفاء وتقدير طبعا، والود اللي بيننا وبينكم يعني انعكس على شاشتكم، شاشة قناة الكويت. يا زين البحرين وأهل البحرين، وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة، والله يديمها عليكم من أفراح. يقول الدكتور غازي القصيبي رحمه الله: نسيت أين أنا، أن الرياض هنا مع المنامة مشغولان بالسمر، أم هذه جدة جاءت بأنجمها، أم المحرق زارتنا مع القمر، وهذه ضحكة الفجر في الخبر، أم الرفاع رنت في موسم المطر. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة السعودية، في هذه التغطية الخاصة من السعودية لليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة. هكذا تذهب بلاد الشيوخ وتفرد بك ملك بين الأمم، هذا التلاحم الذي في تصاعد مرتفع ما بين دول مجلس التعاون، ونتحدث بالأخص ما بين مملكة البحرين الشقيقة والمملكة العربية السعودية. بداية خليني أقول مساء الأخوة والترابط، مساءنا اليوم ما بين أجواء جميلة وأيضا يوم مميز، ودائما من خلال هذا الجسر وفي الجسر تحديدا نحتفل أبناء المنطقة الشرقية والمملكة العربية السعودية بتوجههم والسفر للبحرين ومشاركتهم فرحتهم.
القلوب تهتف وكأنها سيمفونية عشق لتراب وطن دارت عليه حكايات مخلدة من فجر الزمان. يا البحرين، هذا يومك تتجدد فيه روح الانتماء، وشعبك دائما يتنفس حب وتسامح، ودستورك دائما عالي المكانة والمقام. ومن عمان الخير نهدي تحيات وسلام إلى هناك، إلى المملكة وشعبها، إلى مملكة البحرين الشقيقة حكومة وشعبا، وهم يحتفلون بيومهم الوطني. الإمارات والبحرين قلب وعين، هذا الشعار يلخص مجموعة واسعة من العلاقات والروابط التاريخية والإنسانية اللي تجمعنا مع بعض. أصلاً زادني شرف يوم عين سفير في بلدي الثاني الإمارات، اللي اليوم هي تحتفل، احنا نحتفل مع بعض مثل ما احتفلنا بعيد الإمارات من قبل فترة. نعم. اليوم بعد نحتفل بعيد البحرين. بنشوف الحين احتفال سفارة دولة البحرين أو مملكة البحرين، هذه مقتطفات من الحفل اللي أمس أقيم في السفارة. غردي يا مشاعر وافرحي يا بلد، وادعي الله يبارك في ملكنا حمد. الزينة ذكريني لغايبتني بحور، وبشوق ناديني يمكن الدنيا تدور. شكرا للزملاء في الاستديو. في البداية نمسي عليكم ونمسي على جميع متابعين قناة الإمارات في هذه التغطية الخاصة والمباشرة بأعياد البحرين، باحتفالات البحرين بعيدها الوطني. ومن هنا من البحرين نتواصل معاكم في هذه التغطية. دانة في عيون الخليج ودرة بحره الغالية. نهنئ أهلنا وحبايبنا في مملكة البحرين بعيدهم الوطني، وكل عام والشعب البحريني ألف خير. دام عزك يا البحرين، كل عام وأنتم بألف خير وعز وازدهار. كل عام والشقيقة مملكة البحرين بتقدم وازدهار وأمن وأمان. أسمى معاني الحب والعز لمملكة البحرين، كل عام وأنتم بخير وعاد عيدكم. نبارك لكم هذه المناسبة الوطنية، وكل عام وأنتم بخير. 16 من ديسمبر من كل عام هو تاريخ اليوم الوطني البحريني. 16 من ديسمبر يوم تتزين فيه الإمارات بألوان مملكة الخير والمحبة البحرين. عيدي يا بلادي مجدنا عالي، عيدي وافرحي لعيون غاليها.